سعداء اليوم بوجود السيد المحافظ داخل مجلس النواب ورفقة أغلب مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، وتقديم الإحاطة بالرغم من الإحاطة لم نرى فيها كلام جديد. إحاطة بصفة عامة التي قدمها محافظ مصر المركزي ما فيهاش شيء جديد، كنا نتوقع أحسن من هيك، وكنا نتوقع في معلومات جديدة أو في حلول الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي في ليبيا وتمر بها البنوك وتمر بها حالة المواطن في ليبيا. في الحقيقة قدمنا العديد من الأسئلة وركزنا بالدرجة الأولى على ضرورة توحيد سعر الصرف وضرورة القضاء على السوق الموازي، وأيضا ضرورة توفير السيولة في كافة المصارف بليبيا، وقلنا أن هذا ليس بأمر الصعب إذا ما عزم مصرف ليبيا المركزي على هذه الإجراءات. ووجهنا بسؤال لمصر المركزي أن هناك العديد من القرارات تحتاج إلى ضرورة قرار مجلس إدارة مصرف المركزي، كلها تنفذ عن طريق المحافظ وبدون مجلس إدارة، ما عدا قرار تعديل سعر الصرف، هذا لازم من مجلس إدارة اللي هو منقسم منذ عدة سنوات. في الحقيقة تمنينا إحاطة مصرف المركزي تركز على العمل المصرف وعلى حل مشاكل المصرف، ولكن للأسف كان أغلبها يتكلم عن النواحي المالية وعلى أن الحكومة ما تمتش أو ما دارتش الميزانيات الختامية، وعلى مصروفات الدولة أنها كثيرة جدا. وكنا بصراحة نتمنى أن الحلول أحسن، ولكن طلبنا نحن بشكل واضح وصريح ضرورة البعد عن العناد والبعد عن وضع العجلة في الأعصاب في العجلة، وضرورة الاهتمام بالمواطن وحاجة المواطن، والابتعاد عن المناكفات بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني، وضرورة الجلوس مع بعض لحل هذه المشاكل حتى نستطيع أن نجعل من عملنا عمل سليم، وأن نحل مشكلة المواطن التي تتفاقم كل يوم بأسباب بصراحة أراها غير حقيقية. وقلنا أن حتى إذا قفل النفط وحصل ما حصل، لا يمكن أن نجوع الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي واجب علينا أن احنا ندبر له، ومسؤولية مصرف المركزي مسؤولية مباشرة أنه هو يحافظ على سعر الصرف ويحافظ على قيمة الدينار الليبي ويحافظ على حاجز المواطن واستقرار السوق. هل كان السيد الناظوري هو اللي وزع في الاعتمادات ولا لا؟ مش في 200 مليون مشوا للسيد الناظوري؟ تعطى كنوع من الترضية أو شراء ترضية لمين يا سيد محمد؟ ترضية لمين وشراء شراء لمين؟ كل الأطراف، بحيث أن أعطيني أسماء سيد محمد. هل وزع 200 مليون السيد الناظوري؟ أنا لا أعلم أن السيد الناظوري وزع 200 مليون، ولكن أعرف أن أعطيت فلوس الناظوري وأعطيت حتى لأولاد حفتر وأعطيت لعلي القطراني بكميات كبيرة جدا. بارك الله فيك وشكرا جزيلا على شجاعتك، نشكرك بارك الله فيك. يعني ما تقولوا ليش بالله عليكم من اللي يدعم في حفتر ومن اللي يدعم في حفتر وكلام زي هذا. انت يا سيد الصديق الكبير كنت تعطي في اولاده وكنت تعطي فيه هو، وكنت تو طلعنا في الرز عظام. طيب انا لم ارى شيء كبير انه هو يستحق التحويل للنائب العام من خلال مصرف ليبيا المركزي، لان فعلا مصرف ليبيا المركزي كان يقوم ب دور وزارة الاقتصاد ودور وزارة المالية ودور وزارة التخطيط. وللأسف وأنا اليوم في مداخلتي أكدت بأن لماذا عندما يريد وضع أي سياسة نقدية أو فتح أرباب الأسر أو أي شيء، هو يمشي يستشير أو يجلس مع ديوان المحاسبة أو مجلس الدولة، فهؤلاء ليست لهم علاقة بهذا الموضوع. فموضوع السياسة المالية هو من اختصاص الحكومة، ومصرف ليبيا المركزي المفروض أن يهتم بكل شيء، يحافظ على سعر العملة، مش عندما يرى أن سعر العملة بدأ ينخفض يخرج لنا براية حمراء ويقول راهو مازال. طباعة العملة في المنطقة الشرقية فيها اثنين أخطاء، الخطأ الأول هو زيادة العملة الورقية في ليبيا وأنه هو غير مخول قانونا بالطباعة. الخطأ الطباعة في المنطقة الغربية خطأ، هو وصلنا إلى ما نحن فيه، وكان بالإمكان
وضع حلول أخرى أفضل وأحسن، وهو تعديل سعر الصرف وسيطرة المصرف المركزي على طيب، العملة الورقية لكن يا سيد بليبيا. محمد،